كابتن عادل، مبروك للنادي الاهلي. ولكن زي ما قال الكابتن اسامه، ما كناش متوقعين الاداء ده، كنا متوقعين اداء افضل من كده شويه. لا، احنا اتكلمنا الشوط الاولاني، ممكن انا كلمتك يا كابتن ايمن الشوط الاولاني على الروح، وقلت لك ان روح النادي الاهلي الشوط الاولاني ما كانش جيده قوي، مش دي روح النادي الاهلي، وكان روح الاسماعيلي اعلى منك في الشوط الاولاني. الشوط الثاني انت ادائك وروحك كانت اعلى كتير قوي، فاديت كويس. الحاجه الثانيه المهمه، النادي الاهلي كان عنده ظاهره النهارده اول مره اشوفها، اللعب الطويل، حتى كمان التغييره كانت معموله على الاساس ده، لانك انت خرجت واحد من نص الملعب علشان فضيت نص الملعب عشان يلعب، ما بنلعبش كوره في وسط الملعب ما بتبصيش، لكن كل لعب طولي وانك انت بتحضر. ويمكن عايز اقول لك انه في حاجه يعني ايجابيه جدا، هي مروان محسن. تخيل انت مروان محسن، الناس كتير قوي مش عارفه ان مروان محسن من الناس اللي او من الفارودة الصعبين جدا في حته خلخله اي دفاع. ممكن يبان ليك ان هو بيضيع اجوان، ده مروان، لكن مفيد جدا للمدرب، مفيد جدا للفرقه بتاعته. مروان محسن الماتش اللي فات اللي نزل الكره في اخر الهجمه الوحيده اللي كانت في ماتش سيمبا اللي هناك، النادي الاهلي ما عملش هجمه الا لما مروان محسن نزل ونزلها اللي هي الانفراد. مروان محسن تلاقيه في اي مباراه بينزل بيشتغل للنادي، ممكن يكون هو حظه سيء ما بيجيبش جوان، لكن مروان محسن من الناس اللي بيعملوا دي حقيقه، يعني بيعمل خلخله لاي فرقه. دي واحد. اتنين، والمهم، النادي الاهلي الشوط الثاني عمل اللي هو عايزه، بمعنى ممكن يكون الجون الاولاني بنالتي قله خبره من حارس المرمى، ولكن انت كنت في ضغط اكتر، الاسماعيلي ما راحش على الجون خالص الشوط الثاني. صحيح، النادي الاهلي افضل كتير، بغض النظر عن اللعب اللي انت عايزه اللي هو اللعب القريب، الباص والتحرك والحاجات دي، لكن انت رحت لهدفك. ايه هدفك؟ انك انت تاخد الثلاث نقاط. ايه هدفك؟ ان انت تكسب المباراه. في حاجه مهمه يا كابتن لازم نبقى واخدين بالنا منها، النادي الاهلي بيلعب في وقت عندك موقف صعب في بطوله افريقيا. النادي الاهلي محتاج ثقه من الناس ومن نفسه ان هو هيخرج من مباراه دوري الى مباراه افريقيا، حتى كان اخفق في الدوري وبعدين راح على مباراه افريقيا اخفق، وبعدين يعني عنده مشكله كانت نفسيه. صحيح، كونه ان النهارده يتغلب على الاسماعيلي فهو ماشي في الطريق الصحيح في الدوري، هو هيقفل دي وهيشتغل على ماتش المهم اللي جاي، ما اهم ماتش عند النادي الاهلي يوم الثلاث، عنق زجاجه. صحيح. علشان كده انا عايز اقول لك يا كابتن ان تفكير اللاعبين رايح هناك، يعني انا ببقى سعيد جدا لما تقول لي ادائنا ما كانش كويس بس باخد الثلاث نقاط. لان في اخر الدوري لما نرسل الدوري او نفضل الدوري هنيجي نلعب كوره، هنيجي نلعب في المباراه الاخيره، مش هتتذكر الاداء بتاع الاسماعيلي، بس هتتذكر البناط اللي عندك. صحيح. علشان تقدر تلعب او ما تقدرش تلعب. انت تقصد ان المسانده الجماهيريه الفتره اللي جايه او الماتش اللي جاي ضروريه جدا جدا جدا، وبلاش حته ان انت تهاجم اللعيب على الاداء. بص يا كابتن، عايز اقول لك حاجه، هو اللي بيهاجم موسيماني، بس احنا في حاجه انا عايز اقولها لك مهمه قوي. موسيماني محظوظ ان عنده اداره زي اداره النادي الاهلي، ما بتبصش للحاجات دي. النادي الاهلي بيتضر من مجلس الاداره مش من جمهور. هو عارف كده، ولا من ميديا او الحاجات دي. النادي الاهلي من اكتر الانديه اللي هو استقرارا القرار ما بيجيش فيه ضغط من اي حد. أي. انت فاهمني؟ وبيقفوا جنب المدرب الى اقصى درجه. عشان كده انا ما بيهمنيش الكلام اللي يتقال، النقد من حق الجمهور ينتقد، من حق الجمهور عايز يكسب ويعمل اداء ويعمل حاجات كتيره كويسه قوي، لكن برضه لازم يعرفوا ان المواضيع فيها صعوبه، ضغط عصبي على اللعيبه. صحيح. الكورونا موضوع صعب جدا، انت بتبقى قاعد في البيت خايف، اللعيبه بتنزل وبتروح وبتشتغل وبتعمل يعني لا وبتسافر. لازم نهدى شوية على اللاعبين، احنا في موقف صعب جدا في بطولة افريقيا، عندنا مباراة اللي جاية صعبة، كنت بتلعب الاسماعيلي بغض النظر عن الاسماعيلي وموقفه في الوقت ده، ولكن نادي الاسماعيلي نادي كبير، يعني انت كان بيبقى ديربي على طول او كلاسيكو زي ما بيتقال. الاسماعيلي والاهلي مباراة من المباريات القوية بغض النظر عن مستوى الفريقين، ولكن انت عملت اللي انت عايزه، خدت الثلاث نقاط. الاداء تاني شوط كويس، بس هو في هنا معادله لازم مستر موسيماني يعملها. الاداء بتاع الشوط الاولاني ليه مختلف عن الشوط الثاني؟ من وجهه نظر انا كمدرب مثلا، حاجه من الحاجتين، لا ناحيه نفسيه
لا ناحيه في التسخين، لانك انت افضل في اللياقه البدنيه من اي فرقه انت بتلعبها، بدليل ان انت اللي بتبقى اقوى تاني شوط، بدليل ان انت كل مبارياتك في الدوري انت تاني شوط بتبقى الاقوى، اهدافك بتبقى في اخر مده في الشوط الثاني. علشان كده لازم يبحث في الامر ده، وحتى بس واحده انه يعني صرامه شويه وقوه مع اللعيبه باذن الله ان شاء الله.